والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اليوم نبدأ بحفر هذه البير. اليوم بإذن الله على بركة الله تعالى، وهذه البير الذي وصلتنا من منظمة الرابطة الإنسانية تنفذ مشروع حفر بير ماء بير زمزم لمياه الشرب في دولة الكاميرون إفريقيا، لتبرع من فاعل خير صدقة جارية لهما ولوالديهما.